وحول أهم التطورات من أمام معبر رفح معنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل صورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، حيث هذه البوابة التي لم تغلق أبوابها منذ اليوم الأول لبدء العدوان على قطاع غزة، ما زالت الأبواب مفتوحة وأيضا سيارات الإسعاف في انتظار الدخول إلى الناحية الأخرى لنقل الأشقاء المصابين من قطاع غزة، إلا أن قوات الاحتلال تمنع خروج المصابين من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية. هذا ليس فحسب، ولكن أيضا سيارات الإغاثة وشاحنات الإغاثة المليئة بالمواد المستلزمات الخاصة بالمستشفيات، مواد طبية، مستلزمات معيشية، خيام وغيرها من هذه يعني المواد، ما زالت موجودة على هذه الشاحنات أكثر من 2000 شاحنة أمام بوابة معبر رفح المصرية، ومئات الشاحنات يعني متوقفة أيضا في جانبي الطرق العريش ورفح. وفي ظل بالطبع يعني منع قوات الاحتلال دخول هذه الشاحنات من بوابة معبر رفح الفلسطينية، تزداد الكارثة الإنسانية على الأشقاء في قطاع غزة، ومصر حذرت أكثر من مرة من تبعات هذه التصرفات الخاصة بقوات الاحتلال. بينما نحن أيضا نتحدث يعني ما زال القصف مستمرا على شرق مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا الشبكات في شمال قطاع غزة، يسمع أصوات القصف من هنا من أمام بوابة معبر رفح المصرية، وتسمع أيضا أصوات الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وذلك بعد أيضا تصريحات من الجانب الخاص بقوات الاحتلال بتوسعة العمليات البرية وتوجيهات للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة بالتنقل إلى الأماكن الآمنة التي يتم قصفها. بعد ذلك الأونروا تحدثت عن خروج ما يقرب من 800 ألف فلسطيني من مدينة رفح الفلسطينية إلى أماكن أخرى نزحوا إليها بعد التوجيهات لهم بالخروج من رفح الفلسطينية لاستكمال العمليات البرية. هذه هي صورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية، والآن أعود إليكم مرة أخرى.